مين مسك الاعلى في اوروبا بقى؟ في اوروبا؟ او مش شرط في اوروبا، ممكن يعني في NBA. ممكن في NBA يعني مثلا NBA دلوقتي ممكن يانيس انتوكومبو وليبرون جيمس طبعا، دول نمره واحد يعني. انت بالنسبه لك NBA بعد كده بيجي وراها ايه بقى؟ اقوى دوري؟ اليورو ليج في اوروبا. يلا عظيم جدا. طيب قول لي يا سليم، يعني المفروض الدوري هيبدا الفتره الجايه امتى؟ يعني الاول منافسه ليكوا المفروض تبقى يوم الاربعاء ان شاء الله مع التامين. ده في الايه، في المرتبط؟ في المرتبط. وبعد كده المرتبط بيخلص تلعبوا البطولات الثانيه ولا مع المرتبط بتلعبوا الباقي؟ لا يعني ممكن مع المرتبط ساعات يعني بيحشونا كده ما بين يعني لا يعني مفيش جدول اقصد لسه محدد. لا ما بين الماتشات كده في ماتش مثلا كاس كده بقى على حسب الجدول. يعني على حسب الجدول. قولي متوقع ايه السنه دي؟ يعني متوقع مين الفرقه القويه اللي هتبقى عليها المنافسه بالنسبه بقى لاغلبيه المسابقات سواء كانت في المرتبط او الدوري؟ هو اهلي واتحاد. يعني كان الاهلي والاتحاد برضو السنه اللي فاتت؟ لا السنه دي اهلي واتحاد برضو. وان شاء الله معاهم سبورتنج. ليه ما نقولش طب الاهلي واتحاد وسبورتنج؟ لا ما ان شاء الله معاهم سبورتنج. شايف ايه اللي بيفرق الفرق دي عن بقيه الفرق الثانيه مثلا؟ ده يعني هم جايبين محترف، احنا ما عندناش محترف سبورتنج، بنعمل غير محترف. اتحاد يعني بسم الله ما شاء الله معاهم فرقه بدكه، والاهلي نفس الكلام ولسه زايد عليهم الاهلي ناس، بس يعني الاهلي بسم الله ما شاء الله والاتحاد يعني فرقه كويسه. مهاب احنا ان شاء الله لو يعني استضفنا كاس العالم هنا في مصر ده مش هيفرق بالنسبه لنا ان احنا مركز ثالث او مركز او ميداليه برونزيه؟ ممكن نشارك برضه في كاس العالم؟ هو دايما الدوله المستضيفه لكاس العالم بتلعب في كاس العالم لاي بطوله افريقيه او كاس العالم، ده الطبيعي. تمام. بس في حاله بقى لو احنا واخدين مركز في البطوله اللي قبليها، هل ده بيفرق؟ طبعا. يعني بطوله افريقيا؟ طبعا لو احنا واخدين اول او ثاني في بطوله افريقيا نلعب في اي حته لو استضافه كاس العالم. ده لو بره مصر في اي دوله. لكن احنا عشان واخدين ثالث دلوقتي فلو استضافنا كاس العالم هنخش نلعب فيه ان شاء الله. لو ما استضفناش يبقى ملناش نصيب. طب سليم لو افترضنا ان شاء الله ان احنا استضفنا كاس العالم هنا وهنشارك ان شاء الله، يعني قول يا رب كده ان شاء الله، شايفين احنا فين مثلا؟ احنا موجودين فين على المستوى العالمي؟ لا ان شاء الله يعني نوصل دور الثمانيه، يعني عشان ما فيش منتخب قبل كده وصل دور الثمانيه في مصر كلها، ان شاء الله نوصل دور الثمانيه. مين اقوى الدول اللي بالنسبه لك شايفها في الباسكت مثلا بالنسبه لكاس العالم؟ لا في امريكا وفي كندا وفي اسبانيا وفي مالي السنه وفي السنغال تاني عالم. مالي اخذ تاني عالم ده كاس عالم. كلها دول افريقيه، اغلبيه الدول الافريقيه. يعني احنا عندنا الدول الافريقيه في هو كاس العالم في مين ابرز المنتخبات؟ يعني بيبقى 32 فرقه. بيبقى في اوروبا وامريكا وكوريا واسيا. بس انت قلت ان دول افريقيا تعتبر هي المتصدره او هي الاقوى. يعني متصدره انا يعني مالي السنه اللي فاتت خد ثاني عالم، كانت بتلعب امريكا في نهائي كاس العالم. فيعني برضه دول افريقيا يعني صعبه وأقوى. كسبوا في الشوط الرابع، يعني امريكا كسبت في الشوط الرابع، كسبت 10 بوينت في الشوط الرابع. اصعب منتخب في العالم واقوى منتخب في العالم. كسبت مالي بالعافيه في اخر كوارتر. ايه اللي بيفرق المنتخبات الافريقيه عننا؟ يعني ليه هم متميزين شويه ممكن في التصنيف او في البطولات يعني؟ يعني تحت الحلقه بس يعني هو بس عشان الحلقه عشان اطوالهم طبعا واقوياء. لكن احنا ممكن مثلا عشان كابتن محمد الكرداني كان بيقول لنا ساعات ان احنا مش البلد اللي هي اقوياء او مثلا جامبين عالي او احنا جسمنا، لا طبعا احنا مش كده خالص. احنا ممكن نكون قصيرين شويه بالنسبه لهم يعني بالنسبه لافريقيا. طبعا فاللعبه دي طبعا يعني بتفرق الكلام ده كان، بس طبعا كله بالمجهود. يعني احنا لما كسبنا اطول ماتشات ما كان يعني كان في اطوال وفي اقوياء، بس احنا ممكن اطوال واقوياء بس مش مفيش سرعه مفيش مهاره مفيش. احنا احسن، احنا بنبقى مميزين عنهم في الكلام ده. بالتوفيق طبعا ليكم يا كباتن، والف مبروك برده للمركز الثالث، مش حاجه مش وحشه يعني، لكن كان طموحنا دايما المركز الاول وان شاء الله يتحقق بقى الفتره اللي جايه. سليم نورتنا جدا، ومهاب برده نورتنا جدا، وكل التوفيق ليكم يا رب ان شاء الله.